يقول المثل حماية ما بتحب الكنة لو كانت حورية من الزنة. فما أقول حماية تحبني أنا. يا أحلى أخوة بالعالم، اليوم قدام لقناتي أنا قناة الأطفال نزلت أول أغنية فيها أنا سطور كتير حلوة. أخواتي اللي بحبوني روحوا كلكم واشتركوا فيها، الرابط رح تشوفوه تحت بالوصف. وكمان بدنا صبية حتى تمثل معي بالقناة عمرها من 18 ل 25 سنة بس بصرت تكون ساكنة باسطنبول سلطان غازي. للتواصل اتصلوا على هذا الرقم لا يطلع بالساسي. بحبكم. شاهدتم في الحلقة السابقة من مسلسل الحماية والكنة. تترك الموضوع علي وانا راح احله. مرزي هزا يعني انو عندك صغيرتها. مروة روح على الغرفة التانية وبدي احكي مع حنان. ما بدي بدي اسمع زوجك تقول. اسمعي يا بنت الحلال احمد، قبل ما تحكي اي شيء بعرف انه انا مخطئة، ما كان لازم اعمل هيك مع حماتي. لك انت ما عندك عقل؟ ايه دوزي ما عندي عقل. طيب شو رايك اخلي دوزنا يصالحك ويطيعك؟ كيف بده يصالحني وهو كتير زعلان مني؟ رفيقي من الخير بتخليه يعمل شو ما بدك شو ما بدك. وعليكم السلام، اهلين بمروه بنت الكرام. اهلين بدي بالخير. لا تقليلي شو طلبك، انا بعرف لحالي مطلبك. ليش هيك عم تعملي؟ بطل جنبي صرتي. حقوني حرامي. لا تخزيني هاي حطينا المسدس. عادي من زيراننا. حماتي روحي يملي لنا قهوة. روحي انتي، انا اللي عامل لكم القهوة.
الله يرضيك يا حماتي شو كسريني. أنا راح أعمل قهوة مروة. روح يا قدرتي الله يرضيك. شو؟ يرضيك عزني ضغطي عزني. انت امتى تجوزتي مروة؟ يعني من سيها 20 سنة. لك سهرين عملتيه 20 سنة؟ دوزني الممثل تايم حسن الهيبة. تايم حسن جوزك إلي؟ كذابة، دوزت ابني أحمد وهو أحلى من تايم حسن. حماتي بضربك كفها، أنا ما بكذب. هلا المهم اتجوزت مش الحال، إن شاء الله ألف ألف مبروك. وعليكم ورحمة الله وسلامته. تعرفتنا أستاذ يزن، بس هلا بيزي ابني وابني كتير عصبي. كذابة كذابة، دوزي مو عصبي مو عصبي. بس دوزك ما يرضى يفوت لأنه رزان غريب، نحن كلنا حريمات. طيب أنا آسف وبستأذن لأني فتت على بيتكم بهاي الطريقة. خلاصي ولي حماتي، يزن سخاخ مو غريب، هذا بنزي روني. كرمال الله انسى الاسم، هلا اسم الفني يزن الأسطورة. يعني كيف يزن المطمورة؟ الأسطورة مروة، الأسطورة مو المطمورة. يلا تيسر ابني، يلا معك، مع السلامة. لا خلاص وعود. ايش طفلي، هلا بيزيدوزك وانا نبهتك. دي خلاصي خلاصي، هذا وزيرانا. يا زين تذكر لما امك ضربتك لما سخيت تحتك بالبيزمة الجديدة؟ هذا وزيرانا. يا مسوى المروة، تعرف كل الناس هيك وهي بنص عقل، بقى إذا كانت بعقل كامل شو بتعمل؟ بسيطة يا مروة، هتغلط علي قدام ناس غربة؟ أنا بفرجيكي شو رح أعمل فيكي. صدقيني رح أخذ منك كرسي وأرميكي ببيت أهلك، وكمان أخلي ابني طلقك حتى أعلمك كيف تحترميني وتقدريني. مروة خليني رح قبل ما يجي جوزك، والله مو حلوة. أنا مو حلوة يا إذن سخخ؟ ما هيك قصدي، قصدي إنه ما حلوة أنا قاعد في بيت ما فيه رجال. أنا رجال. حسبنا الله ونعم الوكيل، لك أنت ما بتتغيري؟ هلا قال لي كيف صرت ممثل؟ درست التمثيل وصرت ممثل. وأنا كمان درست، علامات نظرتي تاء. أنا درست التمثيل مو تاء. وانا كمان بدي اصير ممثلة. ماشي رح احكي لك مع المخرج. مين المخرج؟ اسمه وسيم جانم. بعرفه ابو حمزي. شو عرفك فيه؟ بعرفهم كلهم وبحبهم. عارف في بيتي؟
عزيز الأسطورة عنا لك يا ميت السلامة. أهلا أخي. لك أهلا فيك يا نزم، كيفك أنت ببيتنا؟ والله كنت عم مس المشهد وبالصدفة دخلت على بيتكم، سامحني. لا لا عادي ولا يهمك، لكن انت تصرفتنا والله. الله يسلمك أخي. هذا عزم الزغاخ من زيجاننا. عيب يا مرة. لا عادي أخي، أنا ومروة تربينا سوا. لا لا كذاب، ما بعرفه، كان بيعاكسني. شو؟ لا لا أخي مو صحيح، أهل مروة جيراننا من زمان، لكن كيف عرفت اللي بقية زن الشخاخ؟ أي والله صح، مروة قومي اعملي لنا قهوة يلا. ما بدي ما بدي، قومي أنت. مروة قومي اعملي لنا قهوة بسرعة. أمرك بنت عمي. أستاذ يا زين، أنا بحب التمثيل كتير، بتقدر تساعدني؟ مو مشكلة، تكرم عينك، رح أحكي لك مع المخرج. أنا روسي والله. شو هالسرعة فورا حضرتي القهوة؟ لا دوزي ما أنا عملتها، ضرت عملتها. تفضل يا زلمة الأسطورة. بس سبت الفنازين مو نضف، حطيت لهم دواء غسيل مشان ينضفوا. الله يوفقك يا مروة، دواء غسيل بالقهوة. يا زين سخخ يا سخخ يا زين سخخ يا زين سخخ يا سخخ يا زين سخخ. هذا من زيراننا يا زين السخاخ. ليش هايب امي؟ يعني صور الناس يقولوا لي ابنك ممثل، يا عيني. شو يعني عادي؟ لك كيف عادي؟ لك والله الناس بيفضحونا، مرت عمي ما حدا دخلوا فينا، نحن حرين. دي انت سكتي، لك اذا سهر راح تدوس فوقك يا جدبي. صحيح يا احمد؟ لا اكيد لا، شو تدوس؟ تنتوش حبيبتي، انتي خلاصي مالك علاقة. مروة عايز تحكي هيك مع امي، وانت كمان اخرس بدك تنسير حتى تحكي مع بنات مالك. اخ بتستاهل. طيب مرت عمي خليه يمثل فيلم واحد بس، ولا مشهد واحد. حزين ليش بدك توقفي بطريق سهرتي؟ سهرتك عساس بدك تنسير يا عين امك. ايه راح انسهر وبكره بشوفي. اهدر يا كولا الصورة معاك، لخلك حياتك عملك إذا عقلك براسك حبيب. عم تفكر بالنسوان معيك؟ لا ما بفكر بالنسوان. أصبح بفكر فيني نابيو دوزي. شو يعني؟ هاي بلوة بالأفلام نافيو. قصدك لافيو؟ ايه ايه هاي نافيو. شو قلتي همي؟ بخليك تمثل بس على صرت. سوى صرت؟ وانا كمان بدي امثل، ما حدا احسن من حدا. موسيقى
البطل بيقول للبطلة بحبك من كل قلبي. صدقيني بحبك من كل قلبي. وأنا كمان بحبك دوزي. لا أنت ما بتقولي هيك ترتي. لا لا هيك هيك أنا بعرف. لك مكتوب بالنص وبتقليله بس أنا بكرهك. رازي وليه؟ أنا بحبه يا دوزي محمد. اسمي أحمد. أحمد. إيه إيه أنا بحبه يا دوزي أحمد. لك حبيبتي الله نحن عم نمثل يعني مو حقيقي. يعني بس انت بتحبني بالتمثيل يا حبيبي يا دحس. اذا ما بدك تمثلي منيح قومي لجوا. لا لا خلص بمثلي منيح. يلا يا احمد عيد من الاول. صدقيني بحبك من كل قلبي وانت بتقولي له بس انا بكرهك. يا دبي بس انا بحبه هدوزي. لك يخرب ديارك اذا بتفهمي. خلص خلص بدي امثل. يلا خلصينا. بس انا بكرهك. لك ليش ضربتيني كف؟ ايوه انا بكرهك. لازم اضربك. ضربتي بس بتقولي له هيك ما بتضربي. ايوه هلا فهمت. يلا رجع وعدهم الاول. ستين انا بحبك من كل قلبي. بس انا بكرهك وما بضربك كف. لك بس قولي له بكرهك ما تقولي له ما بضربك كف. لك عيدتني. قاله ولا ما قاله؟ اضربه ولا ما اضربه؟ يخرب ديارك اذا بتعرفي تمثلي. انا ولا انتي؟ لا انا بعرف بمثل. سألي دوزي محمد. وهيك دوزي بعرف؟ خلصينه بقى تعرفي. سيبتي انا بدبي بعرف. احمد الله انت بتقله. طيب ليش بتكرهيني؟ طيب ليش بتكرهيني؟ لا دوزي انا بحبك بس بكره امك يفضح ريستك. لقدرتي انت بتقولي له لاني بحب واحد تاني. يخرب ديارك يا درتي. هلا دوزنا بيقتلنا. لك تمثيل تمثيل شو بك؟ تمثيل. والله فكرت عن زد. انا بدي امثل معك ابني. لا روحي انتي ما بتعرفي ما بتعرفي. مروه خلي امي تمثل معي وانتي بالمثل التاني ماشي؟ لا لا ما بدي بحب امثل معك. طيب بس نشوف امي هتعرف تمثل ولا لا. ماشي دوزي. بحبك يا حمار. حس بنظله ونعمل وكيل. مرت عمي هلا احمد بيقلك انا بحبك من كل قلبي وانت بتقلي له بس انا بكرهك. تعي عميني. هيك مكتوب بالنص حماتي. انت لا تقولي شي انا لحالي بابدع. دبي دبي ما بتعرف تمثل. خرجوا ليه هلا بشوفوا. صدقيني انا بحبك من كل قلبي بس انا بكرهك وما بطيقك. حماتي لا تزيدي من عندك ما مكتوبك. انت شو فهمت هذا اسمه ابداع. ابداع يا دبي ما بتعرفي تمثلي ما بتعرفي. هلا اساس تمثيلك احسن ما هيك. ايه انا تمثيله حلو مثل سوزان نجم الدين. لا انت طريق هنسوي حالك يا سوزان نجم الدين. ايه انت مالك علاقة سوزان رفيقتي وانا بحبه. ليه خرسي خرسي. انت خرسي وليه؟ حماتي انت بتقولي حنان. حنان دورت ريتت. حنان. أحداث شيقة في الحلقة القادمة من مسلسل الحماية والكنة. انتظرونا.